هلا رح نطبق مع بعض البنية الرئيسية لأي موقع موجود عندي. بضغط شيفت مع رقم واحد، بلاقي أعطاني إشارة التعجب، تمام. بضغط عليها إنتر، بلاقي بنى البنية الرئيسية لأي موقع عندي ويب سايت. مثل ما حكينا هون عن الدوكتايب اتش تي ام ال، هي عم تحكي عن الفيرجن أو إصدار لغة الاتش تي ام ال اللي هلا عم بكتب فيها، لحتى يفهم علينا المتصفح إنه العناصر ممكن تكون جديدة لحتى يقدر يقرأها، تمام. بعدين عندنا هون ان ال HTML هي الفتح وهي الاغلاق، هيك اللي هو الروت اللي هو الجزء اللي حامل الموقع عندي كلياته، تمام. عندي الهيد هي الفتح وهي الاغلاق مثل ما حكينا. في عندي هون التايتل، هون التايتل، هي التايتل اللي هو بيظهر عنوان الصفحة، هون عنوان الصفحة. هون يعني لو كتبت مثلا كلمة فيرست بيج مثلا، قلت له كنترول اس، لاحظوا فوق بدون ما انا اعمل ريفريش لايف سيرفر عندي شغال لحاله عمل تحديث. لاحظوا مثلا امسح هي واقول له كنترول اس، تمام. اوكي كنترول زد بيرجع خطوه لورا، كنترول زد بيرجع خطوه او خطوات لورا، تمام. جميل جدا. هذول هلا ما حنحكي عنهم، ما في مشكله. هون عندي البادي اللي هو جسم الموقع اللي حيحتوي حنقول كل العناصر اللي بدي اياها تظهر للمستخدم. H1 مثلا هلو بيج، قلنا له كنترول اس، لاحظ مباشرة طلع عندي. هيك بكون بنيت البنية الصحيحة للموقع عندي ان شاء الله.